مربيه خويا بركاتي. او ماي جاد هل ابلتي بلاتي نخرج راسي من هادشي هنا ما قلت والو. لا ايمن هي كتضحك معاك. ايمن احسن اخ في العالم وحق الله انت احسن اخ في العالم. ايمن هادشي اللي قالت لك سمح لي ما نغطاش تقولوا لي. انا نقلبها ايمن انا حيودي. خويا سلام بلاتي دراري معكم وفاء القواردي في فيديو جديد. جهزتكم بزاف كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير عليكم؟ وجبت لكم واحد ضيف جديد. جبت لكم واحد الدراري سميتو السلام عليكم. السلام عليكم الدراري البنات معكم سمسوم من يلاه بدي في يوتيوب. كنتمنى في هذا الفيديو هذا يدوز فيديو زوين وكنتمنى انا اللي ما نكونش تحكمت حيت انا واحد الانسان اللي كنضحك وبعد ما ندير هذه الحياه. ها هو الشين ديالو نخليها لكم بركو عليها تفرجوا. عندي انا هنايا بارت وعنده هو التكمله في الشين ديالو. غادي نديروا التحدي ديال الضحك واللي خسر غادي نحكموا عليه. سو جايز سيروا دخلوا عندي باش تشوفوا الاحكام اللي كاينين الاحكام الحما. ودابا غنبداو الفيديو ديالنا. ليتس جو. انا دخلت الكود 3 ديال المرات غلط لا كارت. ما عنديش فرصه ثانيه انا. الا ما قدرتيش تكون هو هذاك الفرصه الاولى هزك الماء. نريد من حاطين فلوسنا الصاط هذا البلان هذا انا كيبكيني اكثر ما كيضحكني. تخيل معايا عباد الله كتمشي عند السيارة كتقول لهم السلام انا عافاك بغيت نقاد البلان ديالي عندكم. كتلقاهم كيفطروا ولا كيقول لك راس سيستم خاطر هاد الناس هادو راه ما يمكنش سوا تقدم معنا الامور ولا غنبدل الوجهه باش نكونوا واضحين وصافي. ما عرفتش اش كتبقى احسن بنكه في المغرب ما عرفتش علاش واخا هادشي كلشي ما الله اعلم. كيف والعصير؟ عرفت عباد الله خونا كيشوف من الصباح كيحاول يقنع راسو بلي خونا خلى ليه. كاين هاد النوع ديال بنادم داير بحالك ما عندك في الدير اليوم بحال كتمشو. لا انا ضريف مع الانسان وربي اللي عارف. انا عاوز كمبيوتر. خذ خويا صغير قدام الدير. الله على حياتي. دا مشكل عقل من 18 يمكنش نرياكتيو عليهم. اوكي شوف من واحد الناحيه هو معيش الهيد ديالو ولكن راه بخويا الصغير هكاك بصح داير راه ايمن الكا هكاك داير. هاد البلان كان فينا حتى حنا فاش كنا صغار. تخيل معايا عباد الله كتشوف الضيوف كتزاد فيك ضلعه كتولي باغي تبين لهم باللي في شكل. خوتي كيهضر على راسو. لا كتكذبي. لا كتكذبي انت كنتي تنتي بحالك ما كاينش شي واحد جاو عند الضيوف وما بقاش كيعيق عليهم. صار دبانة. علاش الانسان كيحط راسو في هاد المواقف؟ علاش عرفتي صوتك ماشي شي حاجه ارتاح شويه فهمت. لا يعني المشكل الدري الصغير شوف كنضحكوش على الدري الصغير. اوكي كنضحكو على الصوت. حنا كنضحكوش حنا ضد التنمر. كاين هاد اللعيبه ولا ما كاينش؟ التنمر طريق وحنا طريق. حنا ديغاوش بغينا غير نعيشو. شوف الدري الصغير كنت كتشوف هاد الفيديو كمل في هادشي اللي كدير اللي كدير واعر زوين. حاول تستغل حوايج اخرين الا ما عطاتكش في الغناء باش نكونوا واضحين وصافي. والله ما كنضحك عليك ولكن بصح لا شي شوف كاين واحد النوع ديال الناس راه وجهو قزديره. تخيل معايا ربي ما عطاكش واحد الموهبه علاش كتصنطح؟ علاش كاين بزاف الحوايج تجرب ديرهم. كاينه هذه وري هذا كمل حتى الاخر. اوكي علاش الانسان ما يجلسش فحالو ويديها في سوق راسو؟ هذا هو السؤال اللي عندي. ماشي الا بدا اي حاجه شفنا عند الكوار نحاولوا نديروها هنا في المغرب. كاين شي حوايج الشريف ما كيصدقوش. تخيل مسكينه طفات ليه الضو. كانوا الناس جالسين معلومه بهم جيتي انت دخلتي راه هذا الشيء ما كيصدقش. انا الشريف كاين شي حوايج ما كيصدقوش باش بلا ما تجربوا هذا الشيء. شوف دابا انت هاد الحياه شد مص وربيه وكلو شربو جمع لي الفضلات ديالو في الاخر عيبط تزوج شي وحده
يصرفك حيت جبتيها. يا الله يولي شي مشاركه معاك. وشوف دابا انت هادشي كتخلص كلشي وتخلص الفاتورات ديالك انت وفي الاخر تسخف عقاق دارك. اش واش عندك قطه؟ ما عندي لا قطه لا والو. انا الوالد قال لينا لي فيكتيف هو لي فيكتيف، خمسه د الناس هما خمسه، تزيد لهم الشط خرج انت. اش يكون واضحين انا ما قاد نخرج. سوشي طيقين لك. قلت لك ما عمري كليت انا التخربيق هذا. خبرك واحد الحاجه، حتى انا ما عمرني في حياتي ما كليته وحق الله. ما عادش ما كيجينيش بنين، ما عادش كياكلوا داك الشيء خضر، وملي كنشوف بحال هاد الفيديوهات ما كيشهيونيش انني ناكلو. حتى ما نقدرش ناكل، كيجيني بحال الا واخا الناس كيبقاو يقولوا لك لا راه طيب بحال الخضر الاخر وداك الشيء. لا لا سمح لي. شوف الشريف اذا ما كانت شي مريقه شي طاجين شي شوه ما تدويش لي انا على الاكل، باش نكون واضح بنات من يكون لي السوشي. انا ما عنديش مشكل ناكلو، انا خاصو انا الحاجه كناكلها خاصها تكون مايله للحروقيه، فهمتوا؟ تكون بحال شويه غادي تحرق زايده شويه في الطياب. ساعه انا واحد الحاجه ما بغيتش تفهم ليا، علاش عباد الله العواد ربي كيسهل عليك الاموريه وعطيك خمسه ديال الصباح ماشي جوج، خمسه قال لك كول الاموريه وعطى فرشيطه. كاين فرشيطه كاينه معلقه بحال البالا، هز بيها داكشي اللي بغيتي وكديروا العواد. زعما كتصعبوا على راسكم الحياه. ثقافه صاحبي الكوري. الى ثقافه والو غير الله. شي نهار غادي نتقهوى مع ايلون ماسك، انا قلتها لكم. علاش وقف خوتي كلكم كتعرفوا شكون هو ايلون ماسك؟ راه هو اللي شري تويتر. قول لهم شكون هو ايلون ماسك. ما عرفتش صح علاش خونا ما قالش ايلون ماسك، قال ايلون ماسك. ما فهمت. ايلون ماسك كما ايلون ماسك ما ينعدي. انا وتخيل معايا عباد الله انت لاباس عليك وشاري بلاتفورم قدك دخله وبنادم ما كينطق سميتكم كاع. نهار غادي نتقهوى مع ايلون ماسك، انا قلتها لكم. علاش؟ حيت هو عند الدماغ وانا بغيت نجلس معاه. دابا راه السؤال ماشي هو علاش انت باغي تجلس مع ايلون ماسك، السؤال هو علاش ايلون ماسك غادي يبغي يتقهوى معاه. باينه دابا باينه هادي غير بغيتي تفلسفي وصافي، راه باينه خويا ولا باش يدير ليه الشطيحه، راه ما كاين حتى حاجه غيفيدو بها اكثر من هادشي. عرفتي شنو باش يقول لي ما تزفيش؟ ما فهمتش علاش اصاحبي ايلون ماسك الا جلستي معاه تجلس معاه باش يفيدك شي حاجه ديال البيزنس، شي حاجه ديال يطور لك حياتك. ولكن انت فاش غتنفعو؟ باه غتنفعو في والو، شنو غتشطح ليه؟ كونوا واضحين هذا هو الحاجه الوحيده. واخا هكاك موتيفي ولد بلادنا وكيتمناو انه يجلس مع ايلون ماسك. كنا مع ولد بلادنا. انت تجلس مع ايلون ماسك؟ لا شوف شوف بعد حاجه، كنا مع ايلون ماسك حتى ما تجيش مع ولد، لا كنا مع ولد بلادنا حتى ما تجيش مع ايلون ماسك. والله واخا تكوني حاقده عليه ما غتقولي هكا. اخباركم بنان دي فان ديالو، ما تقلقوش انا غادي فان ديالو، راه ديما كنتبع عليه فلوغ ودوك الشطيحه. شي عارف اطار الضحك وكيعجبني وكيموتيفيني خصوصا فاش كيدير شويه الفيتنس وكذا، والله الا كيعجبني. تحيه. كلشي تنقز وط اويلي. شوفوا دابا انت الحيوانات طغاو ساعة مشا ضربات خونا، ودابا انت ربي الحيوانات وصرف عليهم وشغل شغل اكواريوم بفلوس وفي الاخر يبدا يسلخوك. وشوف دابا انت الحياة كي دايرة. يلاه شنو هذا الحوت في المغرب هكا داير؟ والله الا الحوت في المغرب هكا داير 100%، حيت حنا هاد البلاد بنادم كيجي كيولي توكسيك. حتى الحوت خاين غادي يسلخك. واش بان لك انت دابا على هاد البلاد اللي شتي من الصباح كيبان لك تربي شي حيوان؟ لا انا عندي مربية خويا بركاتي. او ماي جاد. بلاتي بلاتي نخرج راسي من هادشي، انا ما قلت والو. لا ايمن هي كتضحك معاك. ايمن احسن اخ في العالم، وحق الله انت احسن اخ في العالم. ايمن هادشي اللي قالت لك سمح لي ما نغطاش تقولوا لي. انا نقلبها ايمن انا حيوان. خويا خويا تحرم يهز لي القط ديالي يقطعوها يخليو غير ايمن انا حيوان ديالي. ويلي ويلي للشوا. تبكي وقلوب تشتاق. انا في الليل حوجي انت سهل هاد الاغنيه كتزينه. قلت لكم جوادي كيموت على هاد الاغنيه. واه كنت مريضه وعيانه غير كنسمع حوجي كنضرب عيانه. شتي عباد الله شتي علاش كيقول لك الانسان مزيان يعمر وقته؟ عمر وقتك دير بزاف لي زاكتيفيتي في حياتك، بحال مثلا وفاء قول لهم لي زاكتيفيتي اللي كدير في حياتك راه بزاف كثير. نقول لك واحد الحاجه وما تنمروش عليا، نقول لك واحد الحاجه وما تنمروش عليا. ملي قلتي ما تنمروش هي فاش غتنمر؟ اسي الله مبارك. انا اصلا
مامي متبعاه بوستي كنت كتعجبني. اويلي اويلي مع من كندير فيديو اويلي هادشي اللي قالته انا ما معهاش فيه. اخباركم على هذا دي والله حتى بصح دابا مثلا دابا الناس اللي تكون عندهم ما يدير بحال دابا انا مثلا خدامه وعندي يوتيوب وعندي شحال من حاجه كنبغي شي حاجه اللي نفوج فيها فهمتوا كنبغي شي حاجه اللي نتفاها فهمتوا والله الا دابا انا هذا هو البلان اللي طاري ليا دابا مثلا بوستي ما تمشي كنشوف كدير ديك الفيديوهات وديك اللايفات وداك الشيء كتعجبني عادي ما هاديش ما هاديش ولات فيه معايا صاحبي كون كنت النهار كامل فهمتي كتجي عيان صراحه تحماقي تحماقي ملي خاصك تضحك وحق الله غتولي بحال هاد ختنا في الليل راني فين قلتها لي سجلت احدى الكاميرات رجل يسقط من الطابق اعلى بفرشته ويستمر بالنوم او ماي جاد اويلي قول لي انت دابا واش نعسك ثقيل ولا خفيف ما نكذبش عليك انا ما نضمنش ليك على حساب الموت ولكن في اغلب الاوقات كيكون نعاسي بحال شي ميت وات ذا فاك انت بحالي الانسان هذيك هي وقيته ديال الراحه انا ما عاديش نبقى نعاس ونعاسي خفيف لا اخبارك انا نعاود لك انا واحد الحاجه غادي تصدم غتقول لي هذه قصه اللي ما يمكنش تكون طرات في اخبارك نعاسي ثقيل لدرجه انه كنت واحد النهار يتنعس في الدار بقاو كيدقوا سحب لهم انا ما كايناش في الدار كسرت ما كيدقوا يعني بقاو تما شي 3 ديال السوايع وما كيدقوا هادشي في الليل يعني مع ديك 8 ديال الليل مشاو قلبوا عليا عند كاع صحاباتي اللي كيعرفوا بداو كيقلبوا عليا في الحمامات القهاوي اي بلاصه اخرى مشاو يشوفوا البلايص هادي مشاو يشوفوا الكراش المهم كيقلبوا عليا ما ديكلاروش البوليس وخليني نكمل ليك ومشاو ديكلاراو البوليس وفي الاخر يعني جابوا النجار حتى لاخر لحظه باش انهم يدخلوا للدار يهزوا الوراق وداك الشيء باش يزيدوا يقلبوا وكذا المهم باش يخرجوا الزنقه ويباشوا كيقلبوا هما يلقاو لينا ويلي كيهرس الباب كيضرب وعندنا واحد الباب لي فريمون ديال هو من الداخل هو من برا كيبان ديال الخشب ولكن من الداخل ديال الحديد يعني صعيب انه يتهرس وكيهرس في الباب وما سمعت والو الحلم ديالي فهاد اللقطه هادي ماشي هو نطفر في حياتي ولا ندير الفلوس الحلم ديالي هو نرجع نشوف رياكسيون ديال داركم فاش شافوك ناعس اشنو قالوا راه ما يمكنش راه الموت اخبارك ما داروا حتى شي حاجه دخلوا لقاو لي ناس كتسحب لهم اول حاجه كتسحب لهم ميتة وراه بصح راك ميته راك ميته يوم يدقوا جنجر كيضرب راه ماشي ميته اول حاجه كتسحب ليهم ميته ياك دخلوا عندي وشتي انا فيه واحد القاعده انا اون فوا كتقيسني انا خاصك شي ما كنسمع الصوت ولكن تقيسني غنفهم يلاه ماما قصني ويجي تقول لي بنتي لابسه لك صافي كمليها بنتي نعس ماشي مشكل صافي كملت نعس ما ديتش ما جبت الصباح كان غير كنلقى الباب مهرس الله يعطينا شي ام بحال ام صافي والو بقى والو مشات قلبوا السبيطارات الكوميساريات الحمامات شافوا صحاباتك في الاخر فاش جات لك والو بنتي غير نعس ياك قلت لها والو بنتي والو والو بغيت غير نغطيك وخلاتني نعس الوالد كيلقاني عباد الله والو نعس غير خمسه د السوايع وكيدخل عليا وهذاك الميت الحياه ما فيهاش العدل ما عندنا ما ندير وصافي هذا ما كان في الفيديو نشوفكم الفيديو الجاي وتهلاو وما تنساوش دوزو دابا عند شمشون شديتي سميتي في هذا الفيديو هذا تعديتي عليها غديري انتي غتكوني السبب حتى تبدل لي السميه اللي فين قلتها لي سميتو شمشون شوف سميتي سمسوم الاخوان راه هادشي راه ما كيبدلناش لا 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 سمي راسك سمسوم عيس سميت راسك سمسوم وشوف قصه طويله خليها حتى شي نهار نعاودها انا نعاودها في البارتي اللي عندك صافي بلا نعاودها في البارتي اللي عندي وما ننساش باش ما ننساوش قوليها لي شوفوا سيروا كتبوا ليه كاملين شمشون حنايا من عند وفاء المهم هادشي كان في هذا الفيديو الاخوان شكرا بزاف حيت صبرتوا علينا وتفرجتوا في الفيديو حتى الاخر ان شاء الله غادي تكون بارتو اللي في هذه الوقيته هذه غتكون في الشين راه تكون فيها الحكمه ديال هذا الفيديو هذا شكرا بزاف اي واحد تفرج في الفيديو حتى البلاصه هذه الانستغرام ديالي تلقاهم في الديسكريبشن اللي يبان لكم دابا تما كيتلاحوا ستوريات ولا تقدر تجي تسول فينا الدوي راه زعما حنا كنجاوبو ياك كنجاوبو انا كنجاوب كلشي والله حتى كنجاوب اي واحد وهذا ما كنطولش عليكم بزاف تهلاو سلام